السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتي شرفت له تشانلك كحر وكسر دوادا مانتي برامج عن كفاقدين أرمها سوماليا قاسة حالة تيشن كأما حالة حسرت كعسن كينيا يا سوماليا حالة وحي مريسا ماشي وحمد وربحنا دي ساكي أن هيليني يوليب آراء فكرة دهان كعقلي أهان وحي أذيك النلو ذاكرة كرتان كومنتيك لايك تشيرتا فضلا وجود دال القناهك هذه أغنى وعصبتها هنا سبسكرايب للقناهك أسي وجود باللينك يا صاحبتا سيأد وقالك أسي باهسيد أديكوا مهتم ما تبغى حنربنا إن ك كقاعدة ديكوا برامج كي عن أسوق قلين لبا قدم مهمة قدم كجوبات أه هذه أتاي مواد سومالية حاجة أيتها إن لجستيد مكينيا بس سومالية قدم كحجة أه شركة جيبوتي أو لفلاي إن وح كسب بحان أو وح بكسب بحين قط بدرس أيام قاعدة نقدونا. سوشيال ميديا هم ركا يكتب فيسبوك يدا أما تويتر هذا وحجت إن أحد يدك أحد مدد إنه بكون كل قيم سنين بق ورك يور علنتا دولة فدرال كا يو كينيا يسكو هيان. سومالد وحجتر هذا وحل يسكو هيو وحل يسكو يا يا كوين أي سومالد أورنجرين وحل يسكو هيو. وحل إسكوية هي أيها كوين هدي مانت الصومالية لحدي إذا إسكوية هي سو سياسة هدي مانت الصومالية لحدي إسكوية هي سو أنا جو حن آمن سنة هيك شخصي أهان إن أي كوين تهاي وحل إسكوية هي أو آه قد يد الصومالية ما إن أي كوين تهاي مرحلة دا ومرة هي دل كنا قفل بويلة صعتا عن أهانو دل بربر سنة صدون سنة يعني يكبدن ان اوديسي ميلتري اي ويقنتي ان غاليسي اي ويقنتي وحول بايوما لكن معناه اذا ما احن انو بيله اسكا دغينا عدوا ان كلمه مركه انت بدن حتى اني قديدا ان رج اصحابنا ام اصحابنا اسكو قادبني يا عدوا حقيقه ان سوماليا مركه اللي رادو انغا ددك حفارته كنغلا دخيا اما دولها اهاتو اما بتا اهاتو اما بري اهاتي ان انغا عدوغينا ان ما أورنا يكين كلي كين يتوبي لابد بقى وحنا وذاكنا حدود وأنا لابد دل صدق سنة أم بربر سنين عن أورن كرو وين نجف فائدة است weakness كنا أما ضعيفنا ما دينا أما تبردنا دينا يدو هوي النقطةي أما النقطةي مل لقسو أباب ولا مر والبع حد بق قوة أيجا دنتو ذا كشقينا يا أما يتوبي هكية ماذا أما هكية ماذا أديس هكية ماذا أما نيروبي هكية ماذا مرك قطبك مهم كأه أو اللي سلفها ما أباهنا وحيتها ور وحالها بقى وحي لصوم مري إن لقى قادو بسلان إن لبسلان ضو أو وحلا فهم ونوقنا هاي ما أنت سياسة والوكا لقيب سيني أنا يعني كأهان أنا بدنا وصاحبنا هاي سومالي ضو إذن سياسي تو إذن ما أنت هدي أنا وحبان كدو دينا وحبان بالوكا لقيب سيني لكن وحالها بقى سومالد سيدا عن هوريد كوكو شيغا بو حي وي وحل اسكو هي وحل اسكو يا هي باكوين مانتي وحنا هي دد اسكو جنسيات اسكو لوقات اسكو دين اسكو دقن اي ان كلا فوغين قف قف سومالي اماند دي ودو فلسطين ميل اون بي كود حرير ميل اون بي اسكليين مركو وحل ربا ايدون لايغينين دنتا شخصيادين اي غونيدا اه عندنا ام حق لنا يعني دنتا شخصيادين اي غونيدا دل كان يدد كان محا أدن عن إلي قفكر دل يرد وحاجرت مقال كان مقال كرهي أسوق لي وأنك جهد لي دل يرد الصومالية وإن أي كان قدت أما فكر أي سكوم ذين كران إسلامر كاسنا أي كو كجش قين يان سيد ماشي كجش على العين أضيال أسو تفحيتي أم أسو مريا بكتي أو كل أهله في رسالة دنتو ده وهو دل كمان تبغي جوجا يعني مرحلة دوب حميد المريا مرك مرحلة دانو كلا أي مريا صدق كلا بحصل وعدد ك عقاشة يندر جرد ك علماء يدد ك وحبرتي إذا أنا يرضى المستقبل كدل ك يدد ك وسوي
انت انا مركا فكر كيجي برامج كانوا بودجلين سيدات كور قبطابا واربحين هذا الاخرني واربحين تقو واربحين هذا قدام بيسي حتى صدع ساكي صدع عندما ذا ملتريا صومالي او كسكن حدود لو ذا كان كينيا صوماليا يا مانتو هوب علوس سكوي ذا سدي ديار ضد قال او صوك السقل تنكو صوك الهوا ذا كين وحقاد اللي راد مجران ماشان وحقاد اللي رادو مجران وقلت لك شيء وحال لي هذا كسبه كسبين ضدك مركي اي سوق اذان اي وحصوك اذان ايان راشين مركا سوق اذان يسيد مثلا كل بذر كان امبيرانو قلي اما وحا سوق اذان يسيد ان بران قليو قشي ان كلايته مركا سوق تكتب قفك بو كسبه اصبا وبها سوق اذان ايان كيشكو قلني او كسبين او سو ساري ديارها هو ذا سوق اللي سومالي مانتا اي كين يلاي داعي ما أهم سقل ده وحقل ليا مجرى زيارة خرد لعن هو إسكيلس مجرى وحقوسه قال إن أركع وأنا كسبان وهو كسباني أود عيدك الصومالي خذ بكمرك مهم كأوحي تاعي مخال كان سي أغنية عيد مدى من اللي ترجع أيانا مركي دمبه هو علوس كوردي زيارة ده أوصل قال هو ده بلد حاو وحقينا ku qasbeen inay degdeg diyaaradaha uga baxaan hawada Soomaaliya hadka Soomaaliya iyo Kenya gar ahaan dhinaca barada haawo iyo Mandera ayaa la soo dhoobay ciidamo badan oo labada dalayeen wadanka Kenya iyo Soomaaliya waxaana laga cabsi qabaa in ciidamadaasi oo isku dhac dhaxmaro xilli qilaafka xoogan uu dhaxay labada dal uu sii xoogaysanayo macnaha dadka qaar waxay u dhigeen وسيد هذا الكل لودجي دجال كان ما أحد دجال كيني كلا دحي دجال كان دولدة ودجال كلا دحي يا جوبلان دولدة come on guys مسك هذا هالشقيسو دجال جوبلان كيني محاسو دحقلي دجال جوبلان إذا ما دكيني محاسو دودو دكيني دجال جوبلان محا ديار دودو ده هو دكيني dagaal jublan jublan iyo iyo somali waa dad walaala waxay isku hayaan iyaga ka wada hadlay in kenya marka diyaaradeeda ay yimaadaan ciidamadeeda ay yimaadaan waa qalad lisaas aan arkaa waa jirta khilaaf in la xaliyo u baahan oo khilaaf siyaasadeed ah oo ka dhex taagan soomaalida dhexdeeda jublan haato iyo dowladda federaalka waxaa la rabaa sida lagu xalin lahaa عقاشة وضياشة علومات لأن يرى ذا إني أقعد إسفه هو يا جدا إسفه هو قصيدة اللي هو حالين لها إن لقاره لكن معها عيد مش الشيء إن أي 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 سو قربيان ويل الصوماليين أو ويل الصوماليات قرب كود أنت سو استعجل نحن كوان ويرة يجينا ديار ذا عيد كلا إكينا أو الصومالي دي سيد أول بأي سمين جرين أي سمين الصومالي إسكور كينا ما دلك دولت بولي يا دولت وقلدنا كرتها wax badan bay ku qaldan kartaa wax badan baa ka halaysan siyaasadda ka qaldan kartaa wax kale laakiin ma aha dal dowlad leh inuu dowlad kale to soo farqashto ma marka waxa loo baahan yahay waxay tahay qaladaadka fara badan ee dowladda ay leedahay in la saxo oo dadkii odayaashii xuqaashii culimadii ay u kacaan oo liiraahdo dowladdu waxana ku qaldan tahay dowladdana waa dowladdiini la garab istaag maanta Kenya anu waxaan qabaa qadiyada Kenya Soomaalo oo dhan meel walba ay joogto min ras asan ilaa ras kamboni isku meel in loogu soo jeesto waayo hadii hadda Kenya intana kasbeeso ee aragto inaan daciif nahay oo dadka ayada ay rabto intay u sacabtumaan hadhow mustaqbalka sida doontay ka yeelaysaa حلو واجرتي أنا قدل كأن إتوبي إنه تلينيس لكن هذا حقيقة مرك الله هلو وياها دم بحمودة إتوبي إنه فرحنا قرا بحده لكن سؤال ماشة تهكم بعو حيتة وعاد إسويدين مولا كي أيها سوكر قارت مرك قرا كفر حالنا وقرا سياسة دسك حالنا واحد دم قرا دكالة مصاب حسناس مرك خير الله سي علوم هذا يبدا كهذا سنة وادجستي علنت جيت معها مرك كينيا إيطوبيا علنت جيت واسو مالي دي دحدين سو مالي دي إيجي على ربا
إن أي حالك سيدي كوجاري لهايين ومدوبي لهايين لا إيغو دراها شخصية ذا لا إلوغو دراها دالك إيدك ما اعتذر أي صوت الصرو لبعتذر كل جلسين اللي هو صار لها لجوف كيلو لكن هذه نقطة أوكلية محا أني يقصو قلا محا دل إيا وعادن فيرين دالك مساكين تاع كل دقة دالكي ee aan wax kale heesan ee aan dabaq dhisan ee wax kale heesan ee quuta nabada nabada ee quuta subaxii uu faafaya waa miskiin wuxuu u faafaya inuu ama war dukaan wax ku soo gato ama uu wax soo barto miskiinkaas nabada heesta inaan nabada laga qasin miskiinkaas noloshii ifka u baxay oo bright future ku muuqdo inaan mustaqbalkooda laga qasin حالد مركه هذا دلك وتاجين يعني حقيقة شركة جيبوتي وحدس لها يقد مركه إسكوي مالان يعني واحد عدد إسكو صار دونين كينيا يعني أربعة صومالي فرع كلام بحضو صومالي دي سنة سنة أما جوبلان هات أما دولة هات أنا كوبا أبو إن وده هذا لقول ما يو يقد إيه حتى مرتقى تو هدي جوبلان هات هذا جوجل في دسو اتنان أنتي نحلي كينا لكن إيه توحوا ما يسقمه سد عدد أنا عد واحد مو خبر يسمى لها عديك هداد الله حبك خمسة عد واحد مو خبر يسمى لها مركب وحبا أنا هي تواضيع شقيبها بدل جنا الكوكو حيران مقال كي كتابون هي إن أنا أفكر نو بوزيتيف سايد نك بوزيتيف كا وناجا إن أفكر نو أنا أفكر أو كليا نك حمادة يقف جعلسي قف جعلسي دلكو ما اسمه dan wuxuu ku dhismaa wada jir iyo walaalnimo iyo tanaasul hadii marka adigii dhalinyarada ahaa adigii hooyada ahaa adigii aabaha ahaa aad samaysid qof jeclaysi oo facebook aku soo qortay oo twitter aku soo qortay ninkii danaystaha ahaa marka wuu kugu adoo kugu danaysana jana jana uu kaa dhigana danta cusub uu leeyahay kaa gaara markuu dantiisa gaarana wuu ka degaya huntaan idiin sheegayaa boqolkiiba waxaan oran karaa boqolkiiba lixdan dadka siyaasadda u ololeeya dhaqaalee samaysteen ilmuhoodii ma joogaan meelay kala geysteen dadka meesha haddii la isqabto ku baaba'ayo wallaahi aad baan ugu qiiroobay hooyo soomaaliyeed oo xabadda dabajaaxa ka dul dhacaya markaa arkay dhulka gurguurinaysa jeste maandhowid banaamixi aad baan ugu qiiroobay maxaa keenaya in منطقنا ان حبت الاسكول وقت تبكى بنا بحيا انا بدك شقينيا واحد واحد البلد دك وين البكره دو ديموكراسي دك وين البكره دوله دو دكاس يين كان ربا الى الى السبع لكن هدي لو سو هوس قلبدو دك بنا بحيا تلاقي لو سو هوس قلبدو او هوب لا سو قاطو dibba imaanaya dowladdiina waxa way shaqeynaysaa meesha isku dhacba imaanaya yani hadii banaan bixi hub ugu wardeynayo oo dad dowladda ka soo jeeday hub soo qaataan dabcan meesha isku dhacba imaanaya marka meesha in laga saaro bilkuliyanba dhaarta hanjabaadda gacan ka hadalka laga saaro oo la bislaaco dadka inay bislaadaana loo baahay 1991, 1992, 1993, 1994 aku soo jirna waxa 1995 hadda tana dalku soo curtay adduunka dal uu indhaha ku haya mathala tusaale yar aan siinaya dalkan usri markaan imid for the first interview gal ila yeeshay ninki interview gal ila yeelanayay su'aashu uu weydiiyey wuxuu ahaa xaqiiq ka tiri muqdisho akeeb muqdisho waaw naa muqdisho wuxuu dhaa meel dalciis loo tago eeba noqotayba oo macnaha bijijkeedii dadka noloshii hoteeladii yacni meel laga soo cararama طبعا ورتيس لكن ظروف جري اوغود على ذا جري اوغود اي قفل بدل كي سوغي ونوتي سمك دلك ديب لوغو نوقدو او انت بناكو دبات سنين دلك ديب لوغو نوقدو قفل بو ديب تجو وحي كو تابا انو دلك سا قفل بو ديب تجو مرك دلك سا نبا نوقدو وحي كو تابا انو دلك سا لكن ديب كجرا وحلو يهي نين انا كلا جعلان nolosha iyo aayaha mustaqbalka awlaada iyo hooyooyinka iyo mujtamaca soomaaliyeed iyo dhalinyarada jiilka soo kacay mustaqbalkooda aagtiisa keliya daneenay dhalinyaradii iyo odayaashii iyo cuqaashii la rabayna inay iska qabtaan
iyagii ayaa jarantana laga dhigaynaya marka inuu wax badan aan faahna loo baahayn arrinta marka qodob waa qodobkaas arrinta marka kaleeto aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay oo muhiimka ah very importantiga kenya annaga iyo ethoopia waa isku kaamid laakiin mar walba qoladii noo siyaasad dabacsan waa la macaamulayna adduunku waa siyaasad waxaa loo baahan yahay maanta haddii kenya ay weerar soo qaado oo diyaaradaheedii ay soo kicisay oo maanta xuduuddeeni awalba yacni bilaasha looga indhasaabanayay waan la socnaa annaga gada inta mar ee dad ku xasuuqday oo shacab uu kacay oo dad ku xasuuqday waan la socnaa soo waxaan rabaa in waxyaabahaas wax badan baan soo dulqaadanay wax badan haddaan xoogaa soo yara madaxa qaadnay hadda laftirkeeda aniga ka shaqsi ahaan ma qabo inaan dagaal hore ka galno laakiin fad ama hafadi waa lagu fadsiin hadday tahay arrintu yani waa la galaa fad ama hafadi waa lagu fadsiin yani haddaad ku qasbanaatid oo ay qasab kugu noqoto adi lagu soo taandaasanaya oo sanka lagaa soo galayo oo maanta kenyaanti mataqaanaa dalkeeni annaga iyo baddeeni gorgortan uu nagula hayo waa ku qasban tahay inaad mataqaanaa wixii aad samayn karta caqli iyo cindi iyo xoog intaba aad samaysay marka saakii markay newskaas arkay inay hawadi soo galeen oo mataqaanaa ciidamadeeni ilaahay subxaana watacaala ha xoojiyey xoogga dalka soomaalida meesha ku sugnaana iska caabin sameeyeen walaa niyadda lagu duciyey waayo dal hadda soo kacayo oo militarigiisii hadda soo kacayo dal intaas dhisnaa yacni awood oo maantay oo militari oo boqolkiiba boqol waa ka awood badan aan dhahi karo ma jiro laakiin wax walba waa niyad waxaan aaminsanaa haddii la niyeysto boqol wiil ama laba boqol oo wiil oo niyeysato inay ka adkaato niyaddu wax walba ilaah subxana watacaala waana lagaa gardaraya di hawadaadii dhulkaaga caradaaga lagugu yimaado waa lagaa gardaraya waa la iska dhicinaysaa marka waxaan rabaa qadiyadda ah in kenya la iska dhiciyo aan la kala safan in soomaalida ay mid ka noqoto aniga tan aaminsanaa waa jirtaa yacni doldoroolo fara badan oo siyaasadeed oo kenya ayna noogu soo gambanayso oo dowladda iyo jubbaland ay saystaan waa jirtaa laakiin soomaalida waxay tiraahdaa waxa la isku hayo waxa la isku yahaya ka weyn marka cadow yimaado in hal la noqdo loo baahay barnaamijkayga marka oo aan rabay inaan maanta aan muuqaalkan kaga hadla wuxuu ahaa dagaalkan ay soo qaaday kenya iyo hawadan ay soo gasha kenya gardaradeeda insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay ku jabto dabcanna sida iyada isleedahay kenya soomaaliya waad ka awood badan tahay militariga iyo mataqaanaa diyaarada iyo wax walba laakiin insha allahu tacaala haddii ay dhacdo oo dagaalkaas uu bilaabdo waxaan rajaynayaa kenya inay farax kaga guban doonto biidni illahi kariim midda kaleeta ee internal problemka jira ee gudaha ahna waxaan jeclaan lahaa oo mar walba ku celcelinayaa dhallinyarada iyo culummada iyo cunqaasha inay u kacaan dowladdu laftirkeeda way qaldami kartaa laakiin yaa qaban kara markii culummadii iyo dhallinyaradii jaamacadaha iyo cunqaashii ay kacaan ee dhahaan dowladda waxaana waa kugu taageersanaa waxaana waa ku qaldantaha jubbaland waad qaldantahay waxaanaad ku qaldantahay nigadda dalka iyo dadka intaasay dagaal kusoo jiraan dagaal hana gelin oo cooperation la sameeyo oo isku tanaasul la sameeyo solution uu imaana laakiin markii adiga aad la safirsata xagga kanna uu la safta xagga yacni waa sheekadii 1992-gii calina garle ciidiidna garle la yidhaahdo ma soconayso calina garle ciidiidna garle waa ka soo daalanay waxaa la rabaa dadkan iyo dalkan oo intaas ku jiray dhibaato sida looga sameeyo gardarada ee kenya ay la gaaf wareegayso dalkeena baddeena xuduudaheenna faragelinta qaawan ay ku haysana ma ahan inaanu indhaha iska saarno haddii kenyana soo faragashato waa in loo midoobaa haddii ethoopiyana soo faragashato waa in loo midoobaa war siyaasaddu waa la isku qaban karaa laakiin markay timaado dal dal kale ku soo weeraray waa in isku meel loo iskaga soo jeestaa waxyaabaa iga yaabiya waxay tahay oo isbuucaan arkay dad badana waxaa arkaysaa ku leeyahay kenya mataqaanaa waa laga gardarayn kenya jubbaland ayada hayso
Jublan waa dhul Soomaaliyeed. Dowlad dhexe ayayna Soomaaliya leedahay. Dowladdu ha qaldanaato, laakiin maamul goboleedku waa inay awoodda dalka ee military waa inay kaga dambaysaan dowladda. That's what I believe. Waxaan aaminsanahay aniga waa taas. Qaradaadka jira ee kaleete ee mataqaanaay ka maamul hoose in markaas loo xaliyo solution kale xal kale loo helo. aad baad mahadsantihiin khiyaarta sharafta leh. Maanta muuqaalkayga labadaas qodob ayaan ku qaadaa dhigayay, intaana muuqaalkan muuqaal xiga kulmi doonana waa walaalkiin wariye dhoosoo idinleh wixii aan wanaajiyeyna ilaa xaggiisa ka ahaatay, wixii aan xumeeyeyna shaytaan iyo nafteeda ka ahaatay. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.